معايا برضو على التليفون نور ياسين، احد نجمات الفريق، والحقيقه ما شاء الله عليها طالعه بقوه الصاروخ تاتش وود. نور ازيك؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الف مبروك يا نور، شكرا واداء لحضرتك. اداء جميل، اداء رائع، متعتينا امبارح، وكمان في كره في الاول كده لعب سريع كانت بينكم من الشروع، هتقولي لها الدهان الدهان، احنا يعني شفناكي قد ايه متحمسه في المباراه. الحمد لله بفضل ربنا، ربنا يعني ساعدني الحمد لله ان انا اشرف اسم النادي الاهلي، وطبعا الفرقه كلها كانت مساعده كبيره جدا للفوز امبارح. طب نور قولي لي، يعني انتوا كنتوا عاملين حساب للقاء، كان عليكم ضغوط جامده قبل اللقاء، جمهور الماتش عنق زجاجه، لان لو لا قدر الله كان حصل غير كده كانت البطوله تعتبر انتهت لسه وهي في اولها. انتوا خرجتوا ازاي من الضغوط دي، خاصه ان انت لسه برضه صغيره في السن يا نور؟ بص حضرتك، هو الحمد لله بعد فضل ربنا انا كان والدي وطبعا كابتن حمدي الاثنين بالنسبه لي اكتر ناس بسمع كلامهم في البولي، والاثنين بما ان انا سني صغير كانوا بيدوني نصايح كتير جدا، وطبعا في اخوات ليا في الفرقه، فكل ده كان دعم ليا ان هو لا انزلي العبي انت ما فيش اي مشكله. وانت كمان كانوا بيعاملوني حتى كابتن رانيا بطوله الاحمال كانوا بيعاملوني ان انا لعيبه كبيره، ان هو لا مش عيلة صغيرة، يعني تنزلي تلعبي ومفيش أي مشكلة ومفيش أي ضغط عليكي لو غلطتي، وأكيد إن أنت هتجيبي نقط كتيرة كويسة للفرقة وبتاع وكده. فأنا وصلت لمرحلة إن هو الجمهور طبعا كان أصلا دعم، كان دعم لينا، ما كانش حاجة حمل، صحيح. لكن فكرة إن هو إن كان عنق الزجاجة وكده كان الموضوع صعب، بس مع السبورت العالي اللي كان معايا طبعا بفضل ربنا قدرنا نتخطى الموضوع طب نور، عايز اسالك سؤال، يعني انا شفتك في الماتش امبارح، يعني طبعا انا كان معايا خبره وطبعا نجوم في اللعبه، بس انا شفتك امبارح دايما حريصه، عايزه لعب سريع، بتطلبي الكوره عشان تلعبي لعب سريع، يعني قولي لي ايه السر في كده؟ جدا. هو طبعا اول سر ان انا الحمد لله بحب جدا الضرب جدا، فطبعا السريع ما بياخدش الكوره غير لما بتكون الكوره على دماغ البصيه ومرتاح وكده، وغير كده انا لما بضرب سريع انا بريح اللعيب بتاع الطرف، لان البلوك بيبدا يركز معايا ان هو صحيح. لا ثانيه واحده دي بتضرب ودي بنقط، فبيبدا يتشتت عن الضريب العالي، لما ببدا اريح الضريب العالي يبدا يضرب من غير البلوك الميدل بلوكر اللي هو اقوى من البلوك اللي قدام اللي جنبه، فده بيبقى اكتر يعني اكنك بتخدم على اللعيبه اللي جنبك، عشان كلنا في الاخر هي خلصت النقطه اللي جنبي انا اللي خلصتها، كلنا كسبنا، النادي الاهلي كسب. طب نور، يعني انتوا عندكم روح بامانه، انت قلتي كلمه انا هطلع منها على سؤال مهم، انت قلتي المهم الاهلي اللي كسب، يعني غريبه يعني على سنك الصغير وانت لسه متصعده، يعني بقالك سنتين او حاجه او ثلاثه تقولي الكلمه دي، يبقى اكيد انت شفتيها قبل كده في النادي الاهلي. شفتها اكيد طبعا في النادي الاهلي من الاجيال القديمه، بس اكتر يعني انت لما تكون متربي على حاجه بتطلع معاك، فانا كنت متربيه من وانا صغيره بابايا النادي الاهلي، انا ما شفتش اي نادي او اتمرنت في اي نادي غير النادي الاهلي، ففكره ان هو ان روح الفانيلا، لا روح الفانيلا فعلا في حاجه اسمها روح الفانيلا، وفي حاجه ان انت تلعب بحرقه على ناديك قوي، وان هو لا فارق معايا انا نجم الماتش ولا مش نجم الماتش، انا فارق معايا النادي الاهلي كده. صحيح يا نور، يقول لك صحيح، كنت نجم الماتش، لا هيقول لك النادي الاهلي كده. وده حسيناه امبارح، مش مهم مين اللي يلعب ومين اللي يكسب، انتوا كنتوا امبارح على الاقل برجل واحد. هو ده اللي كسبنا الماتش بتاع امبارح، ان صحيح. ماتش امبارح كان فيه كتير قوي اتفاقات في فرقه تونس، ان هو كل واحد بيلعب على ان هو انا النجم، لكن صحيح. احنا كنا اي حد يبقى النجم، بس اهم صحيح. حاجه نكسب. نور ياسين طبعا نجمه الفريق، وما شاء الله عليكي، يعني كان ليكي دور كبير جدا، شكرا جزيلا ليكي، نورتينا في الاستوديو ونورنا تليفونك كمان. انا عايز اقول حاجه، انه نور سنها صغير وبتتكلم يعني بحماس وروح كبيره جدا، هو ده النادي الاهلي يا جماعه، 16 سنه 17 سنه بيتكلم بالروح دي لغايه ما يعني يعتزل.